Welcome to American Pulse. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من برنامج النبض الأمريكي. الحقيقة أحداث كتيرة جدا محلية وعالمية بتحصل اليومين دول وحصلت في الأسابيع القليلة الماضية، نحب إن احنا نناقشها مع حضراتكم ونتكلم عليها بشكل يعني موضوعي. الحقيقة من ضمن الحاجات اللي أنا انبسطت بيها جدا، ويمكن العديد من المصريين سواء في الداخل أو الخارج المصري كانوا فخورين جدا ببلدهم لاستضافة أحد أكبر المؤتمرات في العالم وهو مؤتمر المناخ، يعني تحت مظلة الأمم المتحدة الكوب 27، واللي هو الدورة رقم 27 من قمة المناخ. والحقيقة الواحد كان مبسوط جدا ان هذه الفاعلية تتم على أراضي مصرية في مدينة تسمى بمدينة السلام، وهي مدينة شرم الشيخ. الحقيقة كان في يعني إعدادات كبيرة جدا لمثل هذه القمة، وكان في مجهودات الواحد الحقيقة لازم يشكر المسؤولين عن يعني التنسيق وتنظيم هذا المؤتمر، اللي طلع الحقيقة بشكل إيجابي جدا وطلع بشكل منظم جدا يعني يفوق الوصف، بغض النظر بقى عن شوية الهيكابس أو المطبات اللي كانت موجودة من بعض الناس اللي حاولت تهايجاك أو تختطف المؤتمر في اتجاه معين والحديث عن قضايا حقوق الإنسان وكلام من هذا القبيل. ولكن بشكل كبير جدا المؤتمر، أولا مصر أثبتت للعالم أن هي قادرة على تنظيم فعالية بهذا الحجم وبهذا الثقل، يعني ثقل الفعاليات، يعني قمة المناخ دي حاجة كبيرة جدا، حاجة خارجة من عباءة الأمم المتحدة، وكون أن مصر تستضيفها على أرضها دوت واحد ريكوجنيشن أو زي ما بيقولوا اعتراف بدور مصر قيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، وفي العالم في القضايا الكبيرة بشكل عام. الجزء الثاني هو أنه دوت برضو كانت رسالة سلام، أن مصر هي أرض السلام، وهي اللي حاولت بشكل كبير أنها تتكلم على عدة قضايا من خلال هذا المؤتمر، ويمكن كان أهمها لما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في خطابه أنه لازم تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، لأن العالم كله بيدفع هذا الثمن بشكل كبير. أنا قبل ما أخش في تفاصيل هذا المؤتمر أحب أن أنا يعني مع حضراتكم نشوف الاستعدادات اللي كانت للمؤتمر، ونشوف قد إيه مصر جميلة ورائعة، ونشوف قد إيه المشاهد اللي تم الاستعداد ليها. ودوت على فكرة مجهود خرافي، يعني احنا بنشكر المسؤولين والقائمين، ولكن وراهم جيوش من الشباب ومن الناس اللي اشتغلت بشكل كبير جدا لإخراج المؤتمر بالشكل الحضاري والشيك جدا اللي خرج بيه في العالم. نشوف كده مع بعض فيديو الاستعدادات ونفتخر كلنا بمصرنا الحبيب. اتفضلوا معايا. تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخي كوب 27 بحضور ما يقارب من 30,000 مشارك يمثلون 190 دولة، من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثلو منظمات دولية، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي. ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار، وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكامل لمدينة السلام شرم الشيخ. فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولي تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام. منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي. يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة. خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع، وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية، مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهامة والوفود المشاركة، وكذا تأمين المناطق السياحية. تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة، مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية. متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرم الشيخ بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث، وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكليفات المختلفة. الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخي يقوم على تنفيذها عناصر مدربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية، عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية، حيث انطلقت جهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيخ الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان. زي ما حضراتكم شفتوا كانت الاستعدادات على مستوى عالي جدا، سواء الاستعدادات اللوجستية أو الاستعدادات الأمنية، ودوت يعني دوت مؤتمر بتشارك فيه حوالي 190 دولة حول العالم، وبيشارك فيه أكتر من يعني تم المشاركة بأكتر من 30,000 مشترك في هذا المؤتمر، يعني حاضرين عن دولهم. في الحقيقة يعني الواحد بيبص بشكل إن مصر قدرت بمجهوداتها، بمجهودات أجهزتها، بمجهودات ولادها، إنها تنظم هذا الشكل الجميل جدا للمؤتمر ويطلع بهذا الجمال. الحقيقة دوت يعني نقطة وكريدت يحسب لكل من قام على هذا العمل. ولكن طبعا في مشاهد كانت مهمة جدا وحب ألقى عليها الضوء، وأولهم كانت كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن هدف هذا المؤتمر ونسمع كده جزء من كلمة الرئيس ونحلل بعد كده يعني الموضوعات اللي أعتقد أن كانت على طاولة هذا المؤتمر بشكل كبير. اتفضلوا معانا. السيدات والسادة، بداية أود أن أرحب بكم جميعا في مصر التي أود أن تعتبروها جميعا بلدا ثانيا لكم. يسعده استضافتكم ويرحب بتواجدكم على أراضيه ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات. إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وزي ما شفنا مع حضراتكم أنه كانت بداية الكلام أو كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أحد أهم أهداف هذا المؤتمر هو التحدث والحديث عن مشكلة كبيرة بتواجه العالم بشكل كبير، وهي مش مشكلة تغير المناخ. ويمكن يمكن كانت مشكلة دايما بتؤثر في العالم بشكل كبير، ولكن يمكن احنا دلوقتي ابتدينا نحس بهذه التغيرات المناخية في بقاع مختلفة من العالم. يعني الجميع سواء حضرتك في أفريقيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، كل الناس بتتأثر بشكل كبير في تغيرات المناخية. ويمكن احنا بنشوف بعض السنين الصيف بيبقى حر جدا والشتاء بيبقى برد جدا، وساعات بيبقى العكس، انه في بعض الطقس بيبقى مختلف وغير متوقع. يعني بنشوف سقوط امطار وثليج في حتت ما كانش عمرها بيسقط فيها ثليج قبل كده، وغيرها طبعا من التغيرات ومن تآكل الشواطئ، من الحاجات اللي سمعنا عنها يمكن في الفترة الأخيرة على البحر المتوسط، انه كان في تآكل للعديد من الشواطئ هناك. فالحقيقة يعني مشكلة بتواجه العالم كله بشكل كبير. ولكن كان من الهايلايت او المشهد الحقيقة اللي يجب التوقف عنده هو اهتمام دول العالم بشكل كبير بهذه المشكلة. ودوت يمكن دايما في علم النفس بيقولوا انه حل المشكلة بيبتدي من إدراك إن في مشكلة أساساً. يعني فكون إن العالم يدرك بشكل كبير إن يبقى في مشكلة، دي حاجة كويسة. طبعاً إحنا بنشوف بعض الدول التي لم تشارك في هذه القمة، ولا يعني ما كانش من المتوقع إن هي تشارك، وهي مثلاً زي دولة الصين ودولة الهند وغيرهم من بعض الدول اللي هي تتسبب بشكل مباشر في يعني هذا التغير المناخي نتيجة للصناعات الكبيرة اللي عند تلك الدول. ودوت برضو ما بيشيلش العبء من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طبعا يتم اتهام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل كبير إن هم يعني نتيجة الثورة الصناعية ما بعد الحرب العالمية الثانية، انه تم الاعتداء على الطقس، وتم الاعتداء على المناخ بشكل عام في العالم. ولكن احنا بنشوف بعض الدول اللي هي الحقيقة يمكن أدركت خطورة هذا الموقف، ومنها طبعا الدولة اللي أنا يعني بعيش فيها دلوقتي هي الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا يعني اهتمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالتواجد بشكل كبير في هذا المؤتمر، وهو وصل مصر يمكن كان يوم 11 وتقابل مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت الحقيقة يمكن البريس ريليس أو المؤتمر الصحفي اللي حصل يعني الصغير اللي حصل، كان الحقيقة موجود فيه دفء كبير جدا في التعامل. والحقيقة يمكن كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان بيقول أنا ما يصحش أتكلم كتير وأدي المساحة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حضرته، وطبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لا أنا ممكن أسمعك أكتر، وكانت يعني دعابة طريفة يعني كان الجميع في حالة من الأريحية في التعامل، وده طبعا يعني حاجة كويسة. في حاجة يمكن كان في توقعات في التعامل يمكن من السابق ومن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن في خلال حملته الانتخابية إنه ما كانش هيتعامل مع مصر بشكل اللي اتعامل معاه الرئيس السابق دونالد ترامب وتحديدا مع الإدارة الحالية في مصر. فالحقيقة يمكن كان دوت نوع من الريليف أو يعني ادى بهجة وراحة في التعامل ما بين الرئيسين، ويمكن دوت انعكس طبعا عن دور الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كدولة هي دولة عظمى يمكن من أهم الدول اللي شاركت ليس فقط بوجود الرئيس الأمريكي أو الوفد الأمريكي، ولكن أيضا شاركت بدعم مادي كبير جدا للدول المتأثرة من التغيرات المناخية، ويمكن كان بيقال ان في حوالي $500 مليار تم يعني الضخ به او الوعد بالضخ بهذا المبلغ تجاه مشروعات ستساهم في الحفاظ على البيئة. وشفنا دوت يعني طبعا خطوة كويسة جدا سواء لجمهورية مصر العربية أو الدول المتضررة من المناخ في منطقة شمال أفريقيا أو في أفريقيا بشكل كبير، ودوت إدى الحقيقة يمكن دور لمصر ريادي اللي هو الدور المعروف والدور اللي كانت بتشغله مصر جدا، ولكن يعني تأكيد تم دعم وري أشورنس أو دعم فكرة أن مصر هي بوابة القارة الأفريقية. وشوفنا دوت انعكس في عدة مقالات يمكن في الواشنطن بوست أو عدة جرايد أخرى بنشوفها، هو بايدن says US will do our part to avert a climate hell during addressing Egypt. هو قال جو بايدن قال ان احنا هنعمل الدور اللي علينا ان احنا نحاول نعكس الجحيم المناخي يعني. وطبعا شفنا بعض الكي بوينتس او الحاجات اللي قالها انه بعض الدول المتضررة كانت disappointed او حزينة جدا للدور اللي بتشغله الدول الكبرى. اتكلم برضو عن دور الصين وان هي يعني هتتكلم عليهم بشكل كبير وبشكل مباشر، ان هم يعني كانوا سبب او ما زالوا سبب ان هم حتى مش بيحاولوا يتجهوا الى الطاقة النظيفة زي الولايات المتحدة الامريكية وزي عدة من الدول الاوروبية. يعني نشوف مقالات تانية يمكن بتعكس هذا الحدث الكبير في شرم الشيخ، ويمكن العديد من الجرايد والمواقع الإخبارية العالمية كتبت عن دور مصر وعن استقبال مصر ودعمها لهذا المؤتمر الحقيقة الكبير جدا يعني. طبعا يعني بنحيي القائمين على هذا المؤتمر زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، وبنحيي أنفسنا كمصريين إن احنا خرجنا بهذا الشكل الحضاري في العالم، وبنهني نفسنا برضو كمصريين انه كان في نوع من الريكوجنيشن من اكتر من 100 رئيس من رؤساء العالم الحقيقة جم على فترات متباعدة في المؤتمر. يمكن كان في هايلايتس كتيرة، ويمكن اهو زي ما بنشوف السيد الرئيس بيستقبل رؤساء العالم ورؤساء وزراء بعض الدول يعني بشكل كبير جدا، ودوت يعني ليه انعكاس بشكل كبير عن دور مصر المحوري في شمال أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط، ودورها الحقيقة في ملفات يمكن كان مصر دايما اسمها بيرتبط فقط ببعض الملفات، ومنها مثلا القضية الفلسطينية أو ملفات الإرهاب في الشرق الأوسط، لكن بنشوف دلوقتي مصر بتخش في ملفات أخرى، ومنها هي أهم قضية تشغل الرأي العام في العالم في السنوات القليلة الماضية، وهي قضية تغيير المناخ. طيب احنا ناخد فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. نراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والحقيقة يعني بعد مؤتمر المناخ اللي اتكلمنا عليه أحداث كبيرة جدا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمها طبعا الانتخابات النصفية لمجلس النواب ومجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. طبعا يمكن كان في توقعات بموجة زي ما بيسموها كانت موجة حمراء أو يعني موجة جمهورية ستجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هيتم يعني كان من المتوقع أنه هيبقى عدد الفائزين من الحزب الجمهوري هو عدد أكبر بكثير بشكل significant أو ملحوظ عن ما حدث، ولكن هو يعني كان في فوز بالأغلبية من الجمهوريين في مجلس النواب وفي زي طاي أو تعادل في مجلس الشيوخ. نتكلم عن مجلس النواب في الأول، وزي ما احنا عارفين يعني لحد ما الحلقة ديت يعني بتذاع أو كانت يعني بنجهز الحلقة ديت كان عدد الفائزين من الحزب الجمهوري هم 220 مقعد من توتل 435 مقعد، يعني في أغلبية جمهورية لأن هو الجمهوريين هيبقوا أو الأغلبية يعني حوالي 218. فسوفر لحد دلوقتي تم فرز 432 صوت وباقي 3 أصوات فقط، فالحساب دلوقتي 220 للجمهوريين و212 للديمقراطيين. هو دوت على فكرة يعني كان في حدود نفس الأغلبية اللي فاز بيها الديمقراطيين في المجلس الأخير دوت، واللي كانت المتحدثة باسم الخارجية أنا آسف باسم مجلس النواب كانت نانسي بولوسي. وطبعا دلوقتي هيتم نقل المتحدث او الهاوس سبيكر زي ما بيقولوا متحدث باسم البرلمان او مجلس النواب الامريكي هيبقى ماكارثي ذو الخلفيه الجمهوريه، وهو هيبقى زعيم الاغلبيه الجمهوريه داخل مجلس النواب. طبعا الناس بتسال ايه اهميه دوت، طبعا ليه اهميه كبيره جدا. الاغلبيه في مجلس النواب بتقدر ان هي تمرر قوانين وممكن تعرقل القوانين، يعني لما يتم طرح قانون مثلا من جانب احد اعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ويبقى دوت قانون مثلا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يعني مباشر او يكون يصب في مصلحة الحزب في بشكل آخر يتم عرقلته من قبل الجمهوريين، والعكس يعني لو تم مثلا طرح قانون مشروع قانون معين من قبل أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يتم دعم هذا القانون ويمرر. بس هنيجي بقى في مشكلة نواجهها، لأن القوانين اللي تمرر في مجلس النواب لازم يتم التصديق عليها بشكل رسمي في مجلس الشيوخ، اللي هو دلوقتي احنا متوقعين هيبقى نوع من المساواة او تاي يعني تعادل 50-50 بعد ديسمبر 6 لو قدر الحزب الجمهوري يحصل على المقعد الأخير في جورجيا. ولكن طبعا لو لم يحصل الحزب الجمهوري على هذا المقعد هتبقى مشكلة أكبر للجمهوريين، لأن هيبقى فيه أغلبية ديمقراطية. يعني هو حتى في حالة التعادل 50-50 هي أغلبية ديمقراطية، لأن نائبة الرئيس دايما بيبقى ليها صوت لما يتم الاختلاف ما بين يعني لما يبقى فيه تعادل في الأصوات المصوتة على قانون معين يتم اللجوء إلى نائبة الرئيس، واللي هي دلوقتي كاميلا هاريس، ان هي تدي صوتها للفصل في بعض القوانين التي لا تحتاج أغلبية كاملة، واللي هي منها مثلا يعني بعض القوانين او بعض الخطوات، يعني منها مثلا احدها يعني تعيين بعض القضاة الفيدراليين، ودوت اللي هو دلوقتي مسيطر عليه بشكل كبير الحزب الجمهوري، لان يعني في 6 دلوقتي قضاة من مرجعية جمهورية و3 فقط من مرجعية ديمقراطية. فطبعا من مصلحة أي حزب أنه يلقي بأكبر عدد أو يستحوذ بأكبر عدد من المقاعد في السوبريم كورت أو المحكمة العليا الأمريكية من أشخاص أو من قضاة، مش هقول يعتنقوا، مش هقول يعني إن هم ينتموا للحزب بتاعهم، لأن طبعا القاضي لازم يبقى فري أو لازم يبقى independent، يعني غير مربوط بحزب معين، ولكن ليه الأفكار اللي هي بتاعة الحزب. يعني مثلا أدي مثال بسيط، مثلا يعني الحزب الجمهوري من ضمن الحاجات اللي بيهتموا بيها هي عدم السماح بالإجهاض، وعدم السماح للتصويت من غير ID أو بطاقة الواحد يتعرف على هوية الراجل اللي بيصوت أو السيدة اللي بتصوت في الانتخابات. حاجات مثلا من ضمن الحاجات اللي هي السيكوريتي أو السيفتي، الأمان الأمريكي من السواحل الجنوبية، من الحدود الجنوبية مثلا، ومحاولة زج المتسلقين أو الناس اللي بتيجي بشكل غير رسمي وشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فكل الحاجات دي قضايا تشغل الحزب الجمهوري. طبعا بالنسبة للحزب الديمقراطي هم بيهتموا أكتر يعني بالسوشياليزم أو الاشتراكية بشكل كبير، يعني بيحبوا حتة إنه لازم مثلا الضرائب للناس اللي بتشتغل وبتعمل أرباح كتيرة لازم تبقى الضرائب بتاعتهم عالية، بحيث إنها تغطي الخدمات، الناس اللي ما بتشتغلش والناس اللي هي بتبقى قاعدة على المعونات الحكومية. فده مهم جدا في مجلس الشيوخ إنه يتم التصديق أو عرقلة قانون يتم التصديق عليه في مجلس النواب. ولكن نرجع ونشوف إيه أهمية حصول الجمهوريين على عدد أكبر، وهو متوقع أنه يزيد يمكن بواحد أو اتنين تاني بالكتير، يعني أكتر حاجة هيوصل لها الحزب الجمهوري ممكن 221 أو 222 مقعد، وده طبعا يعني أغلبية مش كبيرة ومش أغلبية صارخة. بس احنا نشوف التقارير اللي نزلت أو الارتكلز، المقالات اللي نزلت على هذه الانتخابات، ويمكن شوفنا هنا في أحد المقالات بيقول midterm election Biden says a predicted Republican wave did not happen. بيقول إن الرئيس الأمريكي قال أنتوا قلتوا هيبقى في، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إن هيبقى في موجة حمراء تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام دوت ما حصلش. ويمكن دوت حصل، يمكن هذه الانتخابات تمت قبل ما ينزل مصر بأيام قليلة جدا، ويمكن هو دوت في الوقت اللي حس بيه بقوة وحس ان هو يمكن يقدر يرشح نفسه مرة اخرى في انتخابات 2024. ويمكن كان في يعني على اساس انه كان في توقعات باكتساح كبير جدا للجمهوريين نظرا لعدة ملفات وهنخش فيها بالتفاصيل، ولكن عشان نبقى مركزين في هذه النقطة، هو الرئيس الأمريكي حس إنه يعني البولز أو استطلاعات الرأي اللي كانت بتقول إن الإدارة بتاعته أرقامها ضعيفة جدا، والرضا يعني الرضا من الشعب الأمريكي على أداء هذه الإدارة وعلى أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن ضعيف جدا. فهو لما حس إن الانتخابات قالت غير كده، فيمكن قال لا، احنا واضح إن احنا بنشتغل بشكل صح وبنشتغل بحاجة صح، وإن هذه الاستنتاجات أو البريدكشنز أو التنبؤات إنه هيبقى فيه موجة حمراء تلتهم الخريطة الأمريكية من مناصري الحزب الجمهوري لم تتم بعد. ودوت الحقيقة يمكن أنا بقول إن يمكن دوت حصل إلى حد كبير لخير هذه البلد، بغض النظر عن مرجعيتي أنا السياسية شخصيا يعني أو مرجعيتي الحزبية. ولكن احنا شفنا في السنوات القليلة الماضية، السنتين أو الثلاثة تحديدا اللي فاتوا، كان في نوع من التشاحن والاحتكاك الشديد جدا ما بين قطبي هذه الأمة، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، لدرجة وصلت إلى التخوين وإلى محاولة الزج بالأوبوننتس أو المنافسين في السجون، ومحاولة إنه يعني التفتيش في ملفات تدين سواء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الناس اللي كانوا شغالين معاه في الإدارة. والحقيقة شفنا أن الموضوع خرج عن نطاق التنافس الشريف على رئاسة دولة عظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن شفنا أساليب لم نراها من قبل، فأنا أعتقد أنه يمكن هذا الفوز النسبي وليس الاكتساحي للحزب الجمهوري دوت برضو هيدي نوع من البالانس أو نوع من الاستقرار، لأنه مفيش غالبية كبيرة جدا من الحزب الجمهوري، وبالتالي انه هيبقى فيه نوع من البالانس. ولكن للأسف هو يعني البالانس دوت يعني ممكن يترجم الى شلل نصفي للسياسات الأمريكية. يعني احنا ممكن نشوف قوانين تمرر في مجلس النواب وتيجي تقف في مجلس الشيوخ، وممكن نشوف قوانين تبقى موضوع على قائمة الأعمال الأمريكية، ومنها مثلا قائمة ملف المناخ، ودوت برضو بتهتم بيه زي ما اتكلمنا في الفقرة السابقة بتهتم بيه دول عدة، ولكن الحزب الجمهوري اللي بيبقى ليه رأي تاني في هذا الملف وبيقول مش هي ديت المشكلة الأكبر اللي بتواجه العالم دلوقتي، في مشاكل أخطر وهي الحروب والدول المعادية ليها الولايات المتحدة الأمريكية زي مثلا إيران ونورث كوريا، كوريا الشمالية وموافقات عدة، وصعود المارد الصيني في الاقتصاد بشكل ملحوظ جدا وبشكل غير قابل إنه ممكن يتم الحقيقة السيطرة عليه. فنرجع تاني للأغلبية الجمهورية، وده طبعا دي حاجة كويسة يمكن هتبقى للحزب الجمهوري في انتخابات 2024 اللي الحقيقة ابتدى اللغط عليها من دلوقتي وابتدى الكلام الكتير. وانا يمكن هشارك مع حضراتكم رأيي الخاص والمتواضع في هذه الانتخابات القادمة، لانه الحقيقة يمكن على قد ما احنا بنحب انه الناس اللي احنا شايفين ان هم قادرين على قيادة هذه الدولة الكبيرة والبلد الكبيرة، والحقيقة أمريكا يعني ليس يعني احنا دايما بنقول مصر أم الدنيا كبلد عريقة وبلد حضارة 7000 سنة وبلد ليها تاريخ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي هي أكبر دولة عظمى في العالم. يمكن دوت بيتم محاولة زحزحته وخلخلته يعني عن طريق الحروب والمشادات، ولكن لحد يومنا هذا الدولة العظمى المتحكمة في العالم، ويمكن احنا شايفين دوت على عدة ملفات اقتصادية وعسكرية واستراتيجية هي الولايات المتحدة الأمريكية. فطبعا يعني زي ما بيقولوا healthy America healthy world، يعني لما تبقى أمريكا كويسة واقتصادها كويس وعلاقتها كويسة العالم كله، هذا بينعكس على العالم كله اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا. فالحقيقة يعني مهم جدا إنه يعني الواحد الحقيقة يمكن وجهات نظره اختلفت في بعض الملفات، إنه يمكن من المهم إن احنا نوصل بالبلد لمنطقة آمنة وليس فقط للكونفرونتيشن أو المواجهات بشكل كبير. احنا يمكن شفنا في الأيام القليلة الماضية إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه لولاية ثانية في 2024. نشوف فيديو الإعلان ونرجع لحضراتكم ونتكلم بقى عن كواليس هذا الإعلان وماذا يحدث في الكواليس الانتخابات وماذا يعد الحزب الجمهوري، ونشوف إنه مين تاني هيتم ترشحه ومين اللي ممكن ياخد النومينيشن أو تعضيد الحزب بتاعه. نشوف كده فيديو إعلان دونالد ترامب لترشحه في 2024. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. الحقيقة أنا ما شفتش يعني في فترة حياتي القصيرة وفي خلال قراءاتي للتاريخ ما شفتش رئيس تم معاداته من قبل مؤسسات الدولة قد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هل دوت، ويمكن أنا يعني يعني كتبت مرة، يمكن كنت مقال في جريدة اليوم السابع، وقلت إن مشكلة دونالد ترامب هو لسانه، يعني طريقة كلامه وصوابعه، التويتر اللي بيكتب بيه التويتس بتاعته. لكن أنا رأيي إن هو كان رئيس قوي جدا للولايات المتحدة الأمريكية، كان رئيس فاهم يمكن سياسات خارجية كويس بشكل كبير جدا، كان رئيس فاهم اقتصاديات بشكل قوي جدا، لكن كان عنده مشكلة في التعامل الشخصي، ويمكن كان عنده مشكلة كمان، يعني هو مش راجل سياسي، ما بيفهمش قوي في السياسة، هو راجل اقتصادي بشكل مباشر، وكان يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كأنها شركة كبيرة وهو يدير هذه الشركة. هل دوت حاجة كويسة؟ ممكن كان يبقى حاجة كويسة لو في اتفاق ما بين طوائف الشعب على يعني الافشنسي أو كفاءة إدارته. يعني يمكن احنا شفنا في وقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الاقتصاد يعني صاعد بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، يعني في العديد من المناطق في العالم. شفنا برضو عدة اتفاقيات تمت في يعني في تاريخه وفي حقبة ولايته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. شفنا الحقيقة يمكن على قد ما هو من النوع اللي يعني الناس كانت بتقول إن طريقة كلامه عدائية بشكل كبير، على قد ما هو كان بيحب يمكن زي ما بيقولوا كده بيهوش، لكن ما بينفذش يعني في الحروب. احنا الحقيقة يمكن شفنا الوقت الوحيد اللي لم يتم انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في أي حرب بشكل مباشر أو حتى غير مباشر هو وقت رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب. الشارع هنا في حالة غليان الحقيقة. يمكن وأنا للأسف يعني على قد ما أنا شايف إن هو رئيس الحقيقة كان مناسب جدا وقوي جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا من وجهة نظر متواضعة أعتقد إن هو لا يجب أن يخوض الانتخابات القادمة لعدة أسباب، ومنها أو هو يعني هو كده كده هياخدها خلاص لأن هو أعلن، ولكن أتمنى أن يكون الحزب مش هيديله النومينيشن، بالرغم من إن احنا شفنا بعض تقارير. يمكن شوف ريبورت بيقول اهو ترامب هولدز كومفتبل ليد اوفر ديسانتس ان 2024 برايمري بول. تم حاجات استفتاء الرأي يعني، وفي الاندبندنت بيقولوا انه لسه ترامب برضه واخد الليد او سابق رون ديسانتس. رون ديسانتس دوت طبعا هو الجوفرنر او حاكم ولاية كاليفورنيا، والحقيقة هو من الشخصيات اللي أثبتت على الأرض إن هو سياسي محنك جدا، قدر يتعامل بشكل كبير مع عدة ملفات، ومنها ملف المهاجرين الغير شرعيين، ومنها ملف الكورونا أو جائحة كورونا، وقدر يعمل كنترول على الولاية بتاعته. ويمكن كانت الولاية الوحيدة اللي أثبتت إنه عدم الإغلاق وإنه سابوا البلد مفتوحة خلى في الاقتصاد بقى ما حصلش هزة اقتصادية كبيرة في ولاية فلوريدا زي ما حصل في بعض ولايات أخرى، يعني عديد منها نيويورك وكاليفورنيا وحتت كتيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي اتهزت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الإغلاق الجزئي. ويمكن احنا كنا نفتكر في الأوقات ديت كنا بنمشي في شوارع نيويورك، البلد اللي هي كانت زي ما بيقولوا كده لا تنام، ونلاقي محلات شوارع كاملة مقفولة، المحلات بتاعتها مقفولة بالخشب نظرا يعني محاولة حماية هذه المحلات من السطو ومن السرقات ومن حاجات كتيرة يعني مختلفة. ولكن الواحد الحقيقة كان بيبقى حزين جدا لهذا المنظر، ولكن في هذا التوقيت نفسه كان العديد من النيويوركرز أو الناس اللي عايشين في نيويورك وساحل بعض الحتت في الساحل الشرقي كانوا بيتجهوا ويعيشوا وينقلوا لفلوريدا. والحقيقة أثبت رون ديسانتس إن هو قادر على القيادة، والحقيقه اللي لفت نظري يعني انا ما اعرفوش شخصيا الحقيقه، ولكن متابعه طبعا من فتره، اللي عجبني جدا فيه ان هو مش بيحاول يستغل دوت ليه بشكل صارخ يعني زي اي حد تاني. يعني كان عيب دونالد ترامب مثلا لما يعمل حاجه كويسه يقول انا مفيش حد زيي وانا اللي عملت، ودي كان يمكن احد مشاكله انه كان بيستفز الناس. حتى لو هو عمل حاجه كويسه الناس مش عايزه تديله كريدت، لان هو بياخد الناس يعني بيشد الكريدت من بق الناس غصب عنهم يعني. رون ديسانتس الحقيقه كان في مؤتمر صحفي من عده ايام، والحقيقه يعني عجبني جدا لما حد قعد يكلمه في سواء انه هيترشح ل 2024 ولا لا، وايه توقعاته وايه اجندته وايه البرنامج بتاعه. الحقيقه قال لهم تشيل، يعني اهدوا شويه، احنا ما بنتكلمش دلوقتي في 2024، احنا دلوقتي مهتمين جدا بالمقعد الاخير اللي هو موجود في السنت او مجلس الشيوخ، و2024 ديت هيبقى ليها وقت. والحقيقه عجبني فيه هو النضوج السياسي، يعني حاسس ان هو راجل ناضج سياسيا ويضع حتى لو كان دوت يعني شيء هو كان عامله يعني مدروس، انه ما يتكلمش عن هذه الانتخابات دلوقتي، ولكن اللي كان يبان ان هو حاطط مصلحة الحزب ومصلحة البلد والدولة اولا. والحقيقة دوت يعني حاجة من الحاجات اللي تخليني جدا لو ترشح رون ديسانتس انا يمكن هبقى من الداعمين ليه. طبعا لسه مش عارف يعني موقفي في الوقت الحالي، يعني لان طبعا احنا زي ما شفنا برضو من يومين خرج علينا نائب الرئيس الامريكي مايك بانس، والحقيقه دوت كان من الناس يمكن هو من احد اسباب حصول دونالد ترامب على الفتره الرئاسيه الاولى نظرا لمرجعيته الدينيه ونظرا لالتفاف العديد من الليدرز القياديين الانجليين وراه. والحقيقه كان دوت دعم كبير جدا لدونالد ترامب لحد طبعا ما حصلت مشكله 6 يناير، وطبعا يعني هو حس بالخطر بشكل شخصي على حياته. ويمكن لو سمعنا وجهات النظر المختلفه، يعني ناس كتيره داعمين لترامب او بيسموهم ترامبست بيقولوا هو كان في ايديه ان هو يوقف هذه الانتخابات اللي هي مشكوك في مصداقيتها ومشكوك في صحتها يعني. وطبعا يعني مش هنخوض في هذا الملف لانه يعني تم قتله بحثا زي ما بيقولوا، وما حصلش حاجه في الاخر. وهو من وجهه نظره بيقولوا انه ما حصلتش في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه ان في نائب رئيس وقف هذه الانتخابات. والحقيقه يمكن انا مش عارف، يمكن انا احساسي من فتره غير باحساسي حاليا، وما اعرفش احساسي كمان سنتين هيبقى عامل ازاي. ولكن الواحد لازم طبعا على قد ما ان في حاجات اخطاء حصلت لازم يتم تداركها، ولازم نوضع مصلحه الولايات المتحده الامريكيه فوق مصلحه الاحزاب. ولكن ده لا يعني طبعا ان احنا نستمر في الخطا، ولا يعني ان احنا ندعم الخطا، ولا يعني ان احنا ما نفتحش تحقيقات نشوف ايه الحاجات اللي حصلت قبل كده خطأ او نوع من التدليس او التزوير او ما شابه، يعني بحيث انه يعني احنا الحقيقه جينا هنا في ايمج كده شكل الولايات المتحده الامريكيه. الحقيقه كل اللي عايشين هنا يمكن بيحبوه فخورين بيه هو الترانسبيرنسي او الشفافيه المفروض الكبيره والحريات والحياه الديمقراطيه الحقيقيه. فلو تم العبث او يعني بلفظ يعني الطرمخه، لفظ شارع يعني الطرمخه على حاجات حصلت خطأ اثرت في الانتخابات الامريكيه، دوت طبعا شيء الحقيقه فيري alarming، حاجه يعني مرعبه ومخيفه، يعني الواحد ما يحبش ان دوت يحصل هنا في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا يعني، او في اي حته في العالم. ولكن يمكن كانت الشفافية الأمريكية والحصول على الحق ده يعني أقل حقوق لأي فرد يعني. فأتمنى يعني أنه الانتخابات الجاية طبعا يتم تدارك، إن كان في أخطاء في الانتخابات السابقة لازم يتم تداركها في الانتخابات القادمة. إيه دور مجلس النواب يمكن في الفترة القادمة؟ وأنا بقول على قد ما أنا كنت حابب أن الجمهوريين يفوزوا بالمجلسي، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن يعني لو كانوا فازوا بأغلبية مجلس الشيوخ أيضا كان سيتم بداية عزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. وزي ما هم الجمهوريين قالوا أنه يعني دي من ضمن أهم حاجات على أجندة الجمهوريين، ودوت بناء عن العزلين اللي تموا قبل كده للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. يعني الحقيقة يعني كان هيبقى المشهد معقد، فأنا أعتقد أن دوت لخير وأفضل للبلاد نفسها، أنه يمنع أي احتكاك كان ممكن يحدث نتيجة هذا العزل. ولكن أعتقد أن الجمهوريين دلوقتي غيروا دفة الملف العزل، وإن كان يقال أن هم لسه they will pursue it أو لسه هيعملوا الكلام دوت، حتى لو تم فقط في مجلس النواب وتم رفضه كما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، على الأقل تبقى يعني نوع من يعني وضع علامة يعني أو ريفنج، نوع من الانتقام لما حدث للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبناء يعني وهذا سيتم بناء على حاجات، يعني يمكن كان في مشكلة كبيرة جدا تم الحديث عنها أثناء الانتخابات، وهي مشاكل ابن الرئيس الأمريكي ومع والعمل لدى بلاد أخرى زي الصين وأوكرانيا، وقالوا إن هو خد عمولات هو لا يستحقها فقط عشان خاطر هو كان ابن نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كان ابن جو بايدن اللي هو نائب رئيس الأمريكي. وقالوا إنه تم تفجير هذه القضية أسابيع قبل أو يمكن شهور قليلة قبل الانتخابات في 2020، وتم سبريشن أو وقف هذه الكلام. ويمكن خرجت مؤسسات عديدة، منها مؤسسة الاف بي اي والدي او جي، يعني تم تصريحات من مسؤولين في وزارة العدل وفي يعني مركز المباحث الفيدرالي، وقالوا لا ان دي كلها راشن ديسانفورميشن، يعني ديت حاجات روسيا عملتها عشان تتدخل في الانتخابات الأمريكية وتشوه شكل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبعد كده لما اتكلموا عن اللابتوب بتاع هانتر بايدن اللي هو ابن الرئيس، وقالوا لا مفيش حاجة اسمها لابتوب. بعد كده دلوقتي قالوا في لابتوب بس ملوش علاقة بوالده. وبعد كده قدروا يعني الانفستيجيتورز أو المحققين قدروا يثبتوا انه ليه علاقه، ان الرئيس الامريكي هو البيج مان اللي بياخد 10% من ابنه هانتر بايدن. يعني الموضوع كده كان عاكك جدا، فهم الجمهوريين بيقولوا ان دوت اثر بالسلب على الحزب الجمهوري في انتخابات 2020، وسيتم فتح تحقيق مستفيض في داخل مجلس النواب. والحقيقه يمكن بعض الاوتلتس او البلاتفورمز، المنصات الديمقراطية، المنصات التلفزيونية والإخبارية اللي ليها مرجعية ديمقراطية، عملوا ديناونسمنت، يعني قالوا إنه ديناونسنج إن مش موافقين على دوت، ودوت يعتبر الحقيقة أبيوز أو استخدام غير سليم للسلطة في مجلس النواب. والحقيقة لما نيجي نشوف من سنتين ما هم عملوا نفس اللي بيشتكوا منه دلوقتي، يعني هم اللي عملوا فكرة استخدام التحقيقات وفتح ملفات. والحقيقة فالواحد مش عارف هم ليه زعلانين. ولكن طبعا بغض النظر عن ما سيحدث في تلك التحقيقات، هي طبعا هيبقى ليها تأثير بالسلب بشكل كبير جدا على الرئيس الحالي جو بايدن وعلى الحزب الديمقراطي بشكل عام في انتخابات 2024. طيب يعني هو الحقيقة يعني يمكن ملف الانتخابات دوت وانتخابات 2024 للرئاسة الأمريكية دوت ملف كبير هيبقى موجود معانا في الشهور القادمة والسنوات القليلة القادمة. يعني هيبقى في حاجات مختلفة هنتكلم عليها، ويعني أتمنى إنه في خلال الحلقة دي قدرنا بس نلقي الضوء على ما يحدث على الساحة العالمية في هذا الملف، وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم النبض الأمريكي. تصبحوا على خير.